في علم النفس الرضا بيتحقق لما تمر بثلاث مراحل. اول مرحله انك تلبي احتياجك او تحقق هدفك، تاني حاجه انك تحققه في الوقت اللي انت مخطط ليه، وتالت حاجه انك تحققه بالخطه اللي انت حاططها. ولكن في اوقات كتير ممكن ما تتوفقش، واحيانا الامور ما بتحصلش زي ما كنا متوقعين، وكمان الحياه مليانه تحديات ومواقف غير متوقعه. في اللحظات دي بنحس باحباط واستياء وقلق، وده هيخلينا نفكر ازاي نتعامل مع المواقف دي. اول حاجه انك تتقبل الظروف. الظروف ممكن تكون مختلفه عن اللي كنا بنتمناه، لكن الرضا ممكن يجي من تقبل الظروف دي ومحاوله فهمها. تاني حاجه وهي الايمان بالخير في كل شيء، لازم نكون متاكدين ان في خير في كل حاجه بتحصل حتى لو مش واضحه لينا. تالت حاجه هي الصبر والتفاؤل. الرضا عاوز صبر وتفاؤل في الاوقات الصعبه، ومهم جدا نحافظ على نظره ايجابيه ونكون واثقين ان الامور هتتحسن حتى لو الطريق كان مختلف عن اللي كنا متخيلينه. اخيرا الرضا مش بس في تحقيق الاحتياجات والاهداف بالطريقه والتوقيت اللي بنخطط ليهم، واوقات الرضا بيجي من تقبل الظروف والايمان بوجود الخير في كل حاجه حوالينا، وان يكون عندك صبر وتفاؤل مهما كانت التحديات. التسليم لمشيئه ربنا هو الطريق الصحيح للرضا الحقيقي.